طبعا. طب انا عايز اطلع تقرير، تفتكر الرقم اللي انا هقوله دلوقتي ايه؟ الرقم 5. لا بعيدة؟ لا رقم بنحبه كلنا. 6. تاني؟ 22. ما عملناهوش اولاني امبارح، عملنا 10. لا 6، هو 6. لعيبه يا سيف، لعيبه يا سيف. خلينا نطلع نشوف تقرير. عايز اقدم. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن رقم 6. ماذا يعني رقم 6 في مونديال الأندية؟ نطلع نشوف هذا التقرير، نرجع نكمل مع حضراتكم.